سكر الحق يا اختي. في ايه يا كريم؟ الحكومه واقفه تحت وقفشه في الواد جابر وعايزه تاخده معاها. انت بتقولي ايه؟ او النبي اوعي. تعالى مسكين الواد كده ليه؟ ليه يا بابا؟ ايه عن الواد يا بابا؟ هو في ايه اللي حصل؟ بيني اهدى يا سلطانه. اهدى سلطانه. اهدى دلوقتي لحد ما اشوف في ايه. ممكن افهم فيها يا باشا؟ انا اسف جدا يا سلام، احنا مضطرين ناخد جابر في دار الرعايه. يا باشا بس ده علاقته بالاسم؟ للاسف في محاضر كتير جدا في الاسم وبلاغات في الشؤون بانها بتعذب الولد. بعذب ايه؟ اهدي دلوقتي اهدي. والنيابه قررت انها تحافظ على الولد وتحقق في الموضوع، ولازم بكره سلطانه تكون موجوده الصبح في النيابه. لا مش هيحصل. وحضرتك فاهم طبعا. ماشي يا باشا، دي بلاغات كديه يعني. انا ما كنتش مصدق اصلا، بس ده قرار النيابه ولازم يتنفذ. قرار النيابه؟ مفيش حل تاني يا باشا؟ لو في حل كنت عملته قبل ما اجي. يلا سيب الوقت. استني دلوقتي. اهدى يا بابا. اهدى يا حبيبي ما تخافش، مفيش حاجه. يا سلام انت هتسيبه؟ اهدى يا سلطانه مفيش حاجه، قرار من النيابه وهيطلبوا التحقيق وخلاص. تحقيق ايه؟ ده حته عيل صغير هيعمل ايه ده يا اختي؟ هو الموضوع ده كله متدبر يا جماعه عشان يقولوا ان انت بتعذب الواد. مغرز السلطانه وانا اخرجك منه، مش عايزك تقلقي يا حبيبتي. ماشي يا سلام. والله وجود المدام هنا اصلا استثناء عشان حضرتك، بس خروج الولد النهارده صعب. مش هيحصل، ابني هيبات في حضني. لو ابنك فعلا ما تسيبوش يحصل فيه كل ده. ايه كل ده؟ شويه عيال واتخانقوا في الشارع. انا لو كنت شفتهم كنت قطعتهم بسناني. حتى ده برضو اهمال، ومسؤوليته بتقع على الام البديله. جابر كده كده خارج، وانا اقدر اضمنها انها تروح معاه، وده طبعا عشان مصلحه الولد. حضرتك البلاغات مرفقه بصور، وبتوع الفيسبوك ما بيرحموناش، فلازم نضمن حاجات كتير قبل الولد ما يخرج. سلطانه انا حاولت اوصل لحد من النيابه عشان اطلع اذن لجابر انه يخرج النهارده، بس ما قدرتش. اوعدك ان بكره الولد هيبقى في حضنه. مش هيحصل سلطانه، لازم نستحمل الوضع اللي احنا فيه. بكره الولد هيبقى في حضنك. ايوه شريف باشا، انا موجود هناك دلوقتي. الموضوع اللي حكيت لك عليه هي معاك دلوقتي. اتفضل. مين معايا؟ استاذ شريف؟ انا عارفه، بس مفيش حاجه في ايدي اعملها. هجيب الولد واجي، بس الصبح يبقى في النيابه. بس يا حبيب قلبي، وبعدين دخل ونام نام نام. ما تقلقيش على ابنك، ابنك واعي وذكي. مش دي المشكلة ياما، الحكاية ما بقتش مجرد ان هما بيعايروه ولا بيلقحوا عليه بالكلام. الكلب اللي اسمه عادل ده عايز يكسرني ويكسره قدام الحتة كلها. معاش اللي يكسرك يا ضنايا، الحتة كلها عارفة احنا مين وهما مين. انا مش عارفة السلسلة النجس ده امتى هيغور من عندنا. هو سلام راح له ما لقاهوش زي يوم الحفر، بس هيروح مني فين؟ أكيد كلها يومين وهيرجع تاني. طب شكرتوا الراجل اللي طلع الولد وقال لكم عادل ورا كل اللي بيحصل ده؟ والنبي يا ماما فكر إذا كنت شكرته ولا ما شكرتوش. أنا كل اللي شاغلني دلوقتي بكرة إن شاء الله. يا ستي كله بيعدي، وبعدين أنت بنت حلال، وربنا سبحانه وتعالى موقف لك دايما ولاد الحلال. يا رب يا رب الستر. اسمك حلو قوي يا جابر. على اسم جدي، قصدي بابا مامتي سلطانه. ما هو جدك برضه. انت في سنه كام؟ تالتة. شكلك بتعرف تلعب كوره حلوه قوي. الطاوله دي من لعب الكوره؟ لا، ده العيال ضربوني واخدوا مني الاوفر بورد بتاعتي. وانت بتلعب في الشارع؟ لا، انا راجع من المدرسه، ماما بتخليني العب في الشارع. شكلك كمان بتحب السهر قوي. لا، ماما بتخلينيش اسهر غير يوم الخميس وبس. قول لي يا جابر، مين اكتر حد بتحبه في العالم ده كله؟ ماما سلطانة، خالي سلام، ستي فاطمة، ضي وجو، انت ورد، وحمدي وخزيعة. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ طب لو قلت لك نسيبنا من الناس دي كلها واوديك مكان مليان لعب، ايه رأيك؟ لا،
ودلها انت سيبنا نروح بقى. ماشي يا جابر. ما خلاص بقى يا سلطانة، في ايه؟ اهو الواد رجع ونايم في حضن سته دلوقتي وهري ابوس. والله هتلاقيه ندمان انه رجع اصلا. سلطانة، سلطانة ركزي معايا في ايه؟ ها هنعمل ايه بقى في الجميلة اللي احنا لبسناها دي؟ الراجل ده غريب، معقولة مع كل المحامين دول ومش عارف يحل القضية؟ مش عارف يا سلطان، بس القضية دي في سينا يعني مش تحت ايدينا هنا، يعني لا فريق بحث ولا الحركة كلها حتى. اه بس انت قد ايه يا سلام؟ مش عارف، بس القضية دي مش سهلة وانا مش مرتاح. مش مرتاح اتأكد، وبعدين هي قضية زي اي قضية بتجيلك، وبعدين احنا مش عايزين نكسف الراجل بعد اللي عمله معانا. يعني انا اقبل قضية وانا مش ضامن براءة موكلي فيها عشان كسوف؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت دي قضية كبيرة والبلد كلها بتتكلم عنها، لو خرجت الواد ده صدقني هتفرق معاك كتير قوي يا سلام. هو فيها سلطانة؟ انت مالك متحمسة للقضية دي كده ليه؟ لا عادي، الراجل المحترم يعني. انت بتصدق امك حلمت بيه امبارح من غير ما تشوفه؟ والله؟ اه والله. ماشي، بس انا مش هقبل القضيه الا لما اتاكد ان الراجل بريء. اتفقنا. انا خدت الضربه بجد من اقرب ناس في حياتي، انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد. الورد ده يخصك يا سلطانه، الواد اللي جابه قال لي انه من طرف الراجل الخير بتاع امبارح، واللعبه دي بتاعت الواد جابر. انت عايز ايه؟ اصل انا ابويا عمره ما جاب لامي ورد عشان ما بتعرفش تطبخه. وخدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد وخدت الضربه. والله راجل ذوق. والله هو انت قلت لي برضه امك اللي حمت بيه؟ عادل بيركن على اول الشارع. الحمد لله على سلامته. انا نازله نازله راحه فين؟ ده واد سافل وعديم الربايه وزقل ادبه عليكي، الحاره هتبقى بركه دم. سلام ينزل. انا اللي هنزل له، ابن الحرام ده ما نمنيش طول الليل امبارح. لا انا اللي هنزل له يا سلطان. سلام، ورحمه ابوك تسيبنا ننزل؟ ورحمه ابوكي اللي انا اللي انزل؟ انا عمري ما جبت لك حقك. فشر يا اخويا، طول عمره بيجيب لك حقك. سخنتي؟ عادل يا خياط، قبل كده غلطت فيا قدام الناس وسكت لك، رعيت العيش والملح اللي بيني وبينك. عايز ايه؟ ابويا خلاص ما اتحبس والواد سبتهولك. ورحمه ابويا اللي يفكر يأذي سلطانه ولو في خياله، لا خلي مصيره زي ابوه او عمه. فاهم يالا؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، تقف وتسمعني. ترفع عينك على اي واحد في الحاره، مش بس سلطان، ورحمه ابويا ما تقعد فيها دقيقه واحده. فاهم يالا؟ فاهم. يلا كور. ارتحتي؟ ده انا كنت هطق. هو في واحده يبقى اخوها زيك وما ترتاحش؟ تسلم ايدك. روحي يا اختي للعويل بتاعي. يوصل يا ابو يوستينا يا عسل. وماما كمان سلم لنا عليها كتير وخلي بالك منها يا رضا. في عيني يا ام يوستينا، في عيني. يلا قول باي باي لعم رضا يا ميرو. قول باي باي. باي يا ميرو، باي يا حبيبي. يلا باي باي. يا عم قول لي انا عملت لك ايه علشان كل مره اكلمك فيها تلبسني في القرطه اللي عايشه معاك دي؟ شط صوتك، مش انت اللي عايز تيجي امريكا؟ اديني بفرش لك يا اخويا وهتحتاج لهم. يا عم امريكي مين يا عم؟ ده انت عايش في نجع المراجيح. ده حر بقى. عامه انا الكريدت كارد بتاعي طالع كمان 6 شهور. واديني بقول لك يا رضا، افتح حساب بنكي وحط فيه فلوس وحركها عشان ما ابعت لك الدعوه، غير كده مش هتشمها يا حلو. يا ابو المفهوميه، هو انا لو معايا 200,000 جنيه كنت هستناك عشان تبعت لي؟ يبقى نستحمل بقى مكالمات العيله وتحاول تراضي الراجل،
وتحاول تقول له اللي انت هتاخد اخت يوستينا كده، ساعتها بقى ممكن يبعتهم لك. غير كده انا مش هعرف اعمل معاك حاجه. يا سلام، هو انا اعيش معاك في الزريبه اللي انت عايش فيها دي يا اما ارضى بالهم؟ بقول لك يا رضا، اقفل عشان ما ترجعنيش الفقر اللي انت فيه ده. اقفل يا عم. عارف، وحياه امك لا سافر ومن غيرك ان شاء الله حتى عايش في الصحراء.